نبدأ جولتنا صحفية مشاهدينا مع النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، ونبدأ من موقع مبتدأ وعنوان رئيس السيسي يبحث مع بايدن التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط. عنوان تاني من جريدة اليوم السابع، الرئيسان السيسي وبايدن يتفقان على استمرار العمل المكثف لوقف إطلاق النار بغزة. أستاذ بلال، خلينا نبدأ بهذا الملف ومتابعتك للاتصال توقيته والتعاون المصري والتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر في جهود وقف إطلاق النار، ومتابعتك أيضا لهذه الجهود المصرية التي لا تتوقف. احنا يمكن تابعنا الاتصال الرئيس بايدن بفخامة الرئيس السيسي. أنا توقفت أمام البيان الرسمي طبعا الصادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، اللي أنا شايف أنه بيان واضح جدا بيوضح الدور المصري لمساندة القضية الفلسطينية والتصدي للتعنت الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبيوضح المسلك المصري اللي بتتخذه في مساندة القضية الفلسطينية طبعا من أجل ده اللي بتتبناه مصر، من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات و إتمام عملية تبادل الأسرى. إحنا بنتكلم عن بيان صادر من البيت الأبيض. طبعا أنا يسعدني جدا أن البيان الصادر عن البيت الأبيض للمرة الثانية، كان طبعا في اتصال تليفوني في 27 مايو اللي فات بين الرئيس السيسي والرئيس بايدن. أيضا الرئيس بايدن شكر الرئيس السيسي نصا، ده بيان رسمي. امبارح طبعا كان البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض بيشكر الرئيس السيسي على جهوده في محاولة إتمام صفقة تبادل الأسرة وإدخال المساعدات. الشكر ده احنا بالنسبة لنا بيقول ان هو بيلخص المجهود المصري اللي قامت بيه طوال 306 يوم. مجهود مصري واضح، تصدي لإخلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. مصر الدولة الوحيدة الحريصة على إنقاذ غزة في وقت عصيب جدا. الأرقام بتقول الصادرة عن الأونروا والأمم المتحدة بتقول إن غزة في مقبلة على مجاعة، غزة فيها انتشار أمراض معدية كبيرة جدا، غزة لا يوجد بها طعام ولا يوجد بها مكان آمن. مصر بتقول لكل القوى الدولية وكل الأطراف المعنية في المنطقة، وطبعا منها الاتصال الرئيس السيسي أجراه مع الملك عبدالله ملك الأردن، مصر حريصة دايما على جملة مهمة جدا كان الرئيس السيسي سباق فيها. الرئيس السيسي قال من 90 يوم تقريبا المنطقة مقبلة على حافة الهوية، ونحن لا نقبل بسياسة حافة الهوية التي تسير فيها إسرائيل. كل العالم دلوقتي بيتكلم عن حافة الهوية. طيب الرئيس السيسي في نفس البيان من 3 شهور قال ان احنا بنحذر من ما تقوم به اسرائيل سيؤدي الى تهديد امن الاقليم. بلينكن وزير الخارجية الامريكي امبارح في المؤتمر الصحفي نصا قال ان الاقليم مقبل على تهديد امني وتهديد أمن واستقرار المنطقة كلها. ولكن يعني رغم كل هذه التطورات أستاذ بلال، ولكن أمريكا تقف يعني تشاهد الموقف وتقول أنه لابد من وقف إطلاق النار، ولكن لا تستخدم الضغوطات، لا تستخدم الكروت التي تحملها ضد إسرائيل في هذا الوضع، لماذا؟ الرئيس السيسي كان كشف اللي بيحصل من بداية من 7 أكتوبر وخرج وقال أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هو ده القانون الدولي اللي احنا بنقول ان إسرائيل دولة محتلة وانه لا أمن ولا سلام في منطقة الشرق الأوسط. حتى الكلام ده اتقال امبارح، إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية. ايه هو الحل العادل للقضية الفلسطينية؟ ان الشعب الفلسطيني يحصل على حقه في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على أراضي ما قبل 5 يونيو 67. مصر قالت كده امبارح، وقالت كده طول الفترة اللي فاتت اللي أنا قلت حقيقة عليها من 7 أكتوبر، حتى خطابات الرئيس السيسي قبل 7 أكتوبر في الأمم المتحدة كان الرئيس السيسي حريص دايما بيقول إن عايزين أمن في المنطقة. بالراحة خالص، كلام مفهوم، عايزين أمن في المنطقة، عايزين منطقة مستقرة، اعطوا الأشقاء الفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة. الكنيسة الإسرائيلي أعلن إن هم مش هيوافقوا على دولة فلسطينية. طيب لو جينا
قارنا بين الموقفين الاثنين هتلاقي مصر بتقول نرفض انتشار الصراع، نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب. إطالة أمد الحرب. مصر بتقول لابد من الأمن المنطقة، مهم جدا للأمن العالم. ليه؟ لأن المنطقة فيها ثروات وفيها أبار نفط ومنطقة بترولية ومنطقة فيها أهمية كبيرة جدا، موجود قناة السويس وموجود ممرات مائية وموجود البحر الأحمر، وموجود الكارثة الكبيرة جدا اللي مصر تحذر منها، الميليشيات المسلحة التي تستخدم كوكلاء لدول إقليمية. مصر لديها بعد نظر في السياسة الخارجية في المنطقة. ليه؟ لأن المنطقة منطقة حساسة جدا، منطقة الشرق الأوسط. بنقول احنا بنقول ايه؟ عايزين اعطاء الحق لأصحابه. مصر ترفض إطالة أمد الحرب، إسرائيل عايزة إطالة أمد الحرب. طيب الناس كلها بتسأل بيقولوا هو إسرائيل عايزة ايه؟ لا، إسرائيل الرأي العام الإسرائيلي رافض أسلوب نهج نتنياهو لإطالة أمد الحرب والصراع، والصراع مع غزة، والصراع في جنوب لبنان، والصراع مع إيران، والصراع مع الحوثيين. مصر حريصة على أمن الإقليم. كل ما تقوم به مصر، يمكن حضرتك في البداية بتتكلمي عن إن نشاط مكثف للرئيس السيسي. طب ما تيجي نلخص النشاط المكثف ده. النشاط المكثف بيقول أرجوكم اعملوا على الاستقرار في المنطقة العربية. استقرار الشرق الأوسط مهم جدا للعالم كله.